الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية عن أهمية اللقاحات تزامناً مع أسبوع التحصين العالمي يهدف إلى تعزيز إعطاء اللقاحات خصوصاً للأطفال. الحملة تسعى لرفع مستوى وعي المجتمع وخصوصاً الوالدين والتعريف باللقاحات وأهميتها لصحة الفرد والمجتمع وكيفية عملها وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة عنها وكيفية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المصاحبة لها. معي هنا في الاستوديو مدير المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية الصيدلي علي الشهراني، حياك الله يا علي. الله يسلمك. الله يقويكم. جزاك الله خير. عندكم حملة هذه وواضح ان عندكم واسطة عندنا فما نقدر نقول لكم شيء. الحملة هذه نبغى نعرف ابعادها وش فائدتها للأسرة والطفل خصوصا، انكم انتم طريتوا الطفل كثير في الحملة هذه. ممتاز. طبعا في البداية اشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على موضوع مهم جدا يمس صحة افراد المجتمع. طبعاً بالنسبة للقاحات، طبعاً هيئة الغذاء والدواء هي مسؤولة عن تسريل اللقاحات وفسحها وكذلك التأكد من جودتها ودخولها للسوق السعودي وبعد ذلك التأكد من سلامتها وفعاليتها في مرحلة ما بعد التسويق. إيه؟ لذلك من هذا المنطلق أطلقت الهيئة هذه الحملة تزامناً مع الأسبوع العالمي للقاحات أو التحصينات. هو يصادف الأسبوع الأخير في شهر أبريل من كل عام، يتم من خلاله إطلاع أفراد المجتمع أو الجمهور بشكل عام على أهمية اللقاحات وسلامتها فعاليتها مستجدات إذا كان هناك أي مستجدات تخص هذه اللقاحات إلى آخره. طبعا الحملة التي أطلقت لرفع المستوى التوعوي والثقافي لأفراد المجتمع السعودي عن اللقاحات وأهميتها. وين رحتوا عشان تقابلون؟ طبعا هي حملة إلكترونية بحتة. آه جميل. اي نعم، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الى وسائل الإعلام التقليدية الأخرى، على سبيل المثال اللي هو اللقاء اليوم معكم. يعني الآن تقولون للأم على سبيل المثال؟ نعم. يعني انتم تخاطبون الأمهات؟ واضح. مش الوالدين الأهل. الوالدين يعني الأم في الغالب لأن هي اللي منتبهة الأبو يعني مثلك عارف. يعني وش تقولوا لهم عشان بس توصل معلومة؟ ممتاز. طبعا في عندنا الجدول، احنا في الغالب نستهدف الأطفال لأنهم أكثر فئة تستهدفهم اللقاحات، وطبعا عندنا الجدول الأساسي للتطعيمات اللي معتمدة وزارة الصحة عندنا عن طريق البرنامج الوطني للتحصين الموسع في وزارة الصحة. في جدول خاص لمتابعة لقاحات الأطفال. طبعا من هذا المنطلق احنا نستهدف أفراد المجتمع أو الوالدين بالتحديد، لأنه أحيانا يكون في تخوف عن اللقاحات، كيف أنا ما أحصل لقاح، وين أروح، متى أطعم إلى آخره. فحنا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء تم الحصول الحمد لله على اعتماد من منظمة الصحة العالمية أنه يكون مصدر موثوق للمعلومات عن سلامة اللقاحات. هذا أنتم الآن كمركز؟ نعم كمركز، والحمد لله يعني تقريبا هذه في نهاية 2016 حصلنا على هذا الاعتماد. وفي عندنا بس مجرد الناس يبحثون معلومات عن سلامة اللقاحات في أحد محركات البحث تظهر لهم. الأمهات عشان يوصلوا لكم وش يحتاجون الآن؟ وش يكتبون في تويتر أو في جوجل عشان بس يوصلوا لكم ويبدون يسألونكم أحياناً؟ ممتاز. طبعاً بالنسبة عندنا مركز الاتصال موحد 1-4-9. صبر، كم رقمكم؟ 1-4-9-9-9-9-9. إيه؟ اوكي، هذا طبعا اللي هو مركز اتصال موحد. مركز اتصال موحد ليش؟ نعم. الهيئة العامة للغذاء والدواء. ايوه. وايضا عندنا الموقع الالكتروني للهيئة. ايه، الموقع الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء فيه معلومات كثيرة جدا عن معلومات سلامة اللقاحات. وعندكم وايضا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال اللي هو الحساب حق الهيئة الرسمي. نعم. ممكن الأم تسألكم تقول لكم وش اللقاح اللي ينفع لسن سنتين؟ نعم. كذا هو لو دخل فقط على الاسم، اسم، لو تم الدخول يعني على الموقع الإلكتروني للهيئة فيه الجدول موضح بشكل عام متى. والله جميل الجدول. إيه، متى التطعيم؟ طبعا هذا مبني على ما تم يعني اعطانا من وزارة الصحة. هذا الجدول الواحد يشوفه وين يلقاه؟ موجود على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، زي ما قلت لك معلومات عن سلامة اللقاحات. إيه؟ بس يدخل عليها تلاقي يلقى معلومات كثيرة جدا عن معلومات اللقاحات. هذا الجدول حيتم إن شاء الله نشره خلال الأيام القريبة خلال الحملة. إيه؟ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة. إيه؟ وأيضا حيتم
كذلك نشر العديد من المعلومات عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالهيئة. طبعا عندنا تقريبا أكثر من 800 ألف متابع على حسابنا في تويتر، ولذلك حاولنا يعني استهداف أكبر شريحة ممكنة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. أنت تجي تقول في الجدول هذا جدول التطعيمات الأساسية في المملكة العربية السعودية، نعم، واللي متفقة مع منظمة الصحة العالمية، صحيح؟ نعم. تتكلم على الولادة، برنامج التحسين موسع، شهرين، أربعة شهور، ستة شهور، تسعة شهور، 12 شهر، 18، 24، بعدين من 4 إلى 6. نعم. هذه التطعيمات الأساسية اللي، نعم، يجب على الأسرة أنها تشتغل عليها. نعم صحيح. طبعاً وحين يتم إن شاء الله نشرها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وبإمكان الناس يطلعون عليها. طبعاً أنا متأكد أنه إذا كتبت هاشتاج تيقظ يطلع لي هالمعلومات. لأن أنتم كاتبين عندكم هنا في فوق انه تيقظ، طبعا عندنا اي نعم عندنا هاشتاج تيقظ، بين فتره وفتره نعطي يعني معلومات اي عن اللقاحات، عن الادويه، عن كل شيء. انه مستوى تفاعل الناس مع زي الحملات هذه التوعويه، احيانا الناس يقولون انها بس مجرد انكم تقولون الناس ترى احنا موجودين، في ناس قاعدين يقولون هالكلام، كيف تشوفون تفاعل الناس معكم؟ طبعا بالنسبه للتفاعل، التفاعل احيانا يكون جيد، واحيانا يكون يعني خاص باشياء اخرى الناس تستفسر عنها يعني. طبعا اذا انت تكلمت عن اشياء تخص سلامه اللقاحات وكذا، يكون في اسئله عن اللقاحات ومن اللقاحات تجي من افراد المجتمع، ويتم رصدها عن طريق مركز الاتصال الموحد ويتم الرد عليها. طيب احنا حاطين الحين الرقم على الهواء عشان بس الناس اللي يبغون يتواصلون معاكم. احصائيات عندكم بالالتزام، باختصار بالالتزام باللقاحات، موجوده عندكم احصائيات؟ احصائيات طبعا احنا فيما يتعلق بمعلومات سلامه اللقاحات، احنا نحاول قد ما نقدر احنا نتابع سلامه اللقاحات في مرحله ما بعد التسويق. ولذلك احنا عندنا وسائل الابلاغ عن الاعراض الجانبيه الخاصه باللقاحات، وطبعا عندنا قواعد بيانات كامله، عندنا تواصل كبير مع برنامج تحسين موسع وزاره الصحه. احنا الان نسعى يعني للحصول على بعض الاعتمادات من منظمه الصحه العالميه. ايضا عندنا يعني زي الحملات اللي نطلقها بين فتره وفتره مثل هالحمله أيضاً. مثل هذه الحمله. انا شاكرك صيدلاني يا اخوي علي الشهراني، شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير، يعطيك العافيه. ما كلمك الا متاخر، وفقكم الله. شكرا لك يا سيدي.